كرم، والله أنا كمان لما سمعت انصدمت كتير. صدقني منافسي بالشغل؟ طلع أخي الكبير؟ أنت أخي الكبير هلأ؟ أنا ما عم أقدر صدق الموضوع. لا ما عم صدق ابنوب. ابني أنت شو ما عملت وحكيت معك حق. أبوك الله يسامحه كان غلطان كتير لأنه خبى الحقيقة، لهيك بترجاك ما تعصب من وائل. هو ما دخله، ما له أي ذنب بنوب. ما رح أعصب، أنا هلأ عندي شغل ولازم أطلع، بشوفكم بعدين. حبيبي كرام لا تتأخر على العشاء، بدنا نتعشى مع بعضنا. لازم بعد ما عرفت أنك أخي الكبير أقضي الوقت كله معك وما أتركك. صح؟ قدامنا وقت طويل ورح نتعرف على بعض أكتر. تصرف بوعي أكتر ما توقعت، كنت خايفة بس يعرف يعمل شي مشكلة. مع الوقت رح يتقبل الفكرة ورح نتفق كتير. بتعرف لو كانت هون ريهام وتعرفت عليها كنتوا انسجمتوا مع بعض، ما هيك حسان؟ طبعا طبعا هالشي أكيد. عفوا منكم. خد راحتك، رد رد. ألو. نعم. نيرمين أنتي حكيتي مع ريهام وخبرتي أنه طلع عند أخ؟ إيه اليوم حكينا سوا على سكايب بصوت وصورة. منيح. طيب شو قالت وشو كانت ردة فعلها؟ مثل كرم انصدمت أول شيء بس بعدين تقبلت هالشي. يا ريت كمان كانت هون، كنا انبسطنا مع بعضنا وتسلينا سوا. إيه نيرمين؟ يعني أنا كتير عاجبني اللي عم تعملين مشان تخلي الأولاد ينسجموا ويتقبلوا بعضهم. بالنهاية أبوهم واحد، بس حاسك عم تبالغي كتير بالموضوع. أنا عم بالغ؟ إيه؟ بالعكس ما عم بالغ بالموضوع، بس أنا خجلاني من حالي. شو اللي مخجلك؟ طبعاً يعني بهجة ترك الولد من وقت ما كان صغير وهو كبر بدون أب، والحب اللي كان لازم يعطيه لابنه عطاه إلنا. يعني أنا كل ما بتطلع بوشه بيوجعني ضميري. صدقني يا حبيبتي أنت مالك ذنب بأي شيء، لأنه اللي ترك الولد هو بهجت، واللي ما دار باله عليه وخلاه يعيش حياة صعبة كمان هو بهجت. ليش عم يعذبك ضميرك مع أنه ما دخلك؟ هذا اللي ما عم بفهمه. يا حسان أنا وياه هديك المرة حكينا عن كتير أمور. إيه؟ ما بتتخيل قديش زعلت عليه، حسيت قلبي عم يتقطع من جوا. ليش؟ شو حكالك؟ قال لما كان صغير كان يركب البسكليت ويجي على حارتنا ويضل واقف كل الوقت عم يتطلع على الشباك، كان يتمنى يعيش نفس سعادتنا اللي عايشينها. ولأنه ما داق طعم السعادة مع أبوه قلت على القليل خليه يعيش مع أخواته بجو عيلة. هيك فكرت أنا. مرحبا لؤي، كيفك؟ جبت لك دفعة من الدنيا اللي أخده منك. ايه أهلين أخي غسان. أهلين سهلين. بدنا نلعب اليوم بالطابة؟ يمكن ما أقدر لأني صار لي سنين ما لعبت يا زلمة. أنا أخذت إجرة تصليحة وطلعت محرزة، قلت خليني مرق لك قسمة من ديوني هلأ. غسان ما في داعي للعجلة، شبك؟ ليش مستعجل يا أخي يا غسان؟ بس نحنا نروح على الملعب منحاسبون. لا لا هيك منيح، كل ما بيزيد معي شوية مصاري بدفعهم. اسمع لقلك، إذا بدك تضايق حالك لا تعطيني، أنا هالفترة ماني بحاجة مصاري بنوب. مو مشكلة، هيك منيح، ما عم ضايق حالي أبداً، خلاص كل فترة بعطي. بس أنا ما قلت لروشان إنك تدينت مني مصاري، يعني مشان تخلي عندك علم. طبعاً طبعاً، أحسن حتى ياسمين ما لها خبر بلا ما تعرف. هلأ طمنتني، لكن خليني فوت لجوا مشان مرتي ما تحس على شي، ماشي؟ يسلموا إيديك. ولو مو محرزة غسان. يلا لك أنا بشوفك بالملعب. حياتي شو هاد؟ البنات مو بالبيت ونحن لحالنا. هلأ وبنهار يعني؟ ومن ايمتى هالشغلة في ليل ونهار؟ والله لا تأخذيني، انا ما بعملها يعني. انتي كل ما بتعملي هيك معي انا بخسر من وراها كتير شغلات. انت مو معقول لؤي. ماشي خلص خلص، تعي عدي جنبي قليلي لشوف الحلو شو بده.
بيت عمي لاقوا شاليه مواصفاته مثل ما بحب ومثل ما بدي تماما، وكمان بسعر معقول. شو رأيك خلينا نشتري؟ بس بهالفترة ما منقدر نشتري، حياتي ما في مصاري. لأنه شلون؟ شو صار بالمصاري اللي عم نجمعهم بالبنك من ورا مكافآتك بالشركة؟ راحوا؟ بصراحة حطيتهم بالبنك وديعة على كم شهر، يعني قبل ما تخلص المدة ما بقدر اسحبهم. حبيبي ليش عملت هيك شي بدون ما تسألني؟ عأساس حياتنا مشتركة. حياتي أنا فكرت إنه بلا ما وجهلك راسك بشغلة المصاري شوفي حياتي، بالأيام اللي جاي رح أخذ لك شاليه أحلى من هذا بمليون مرة، أنتي لا تزعلي، بوعدك. يلا خلينا نروح هلا على غرفة النوم. بالأيام الجاية منروح على غرفة النوم، بعدين نحن بالنهار. بس افتحت امك. ها ما في شيء. ليكي عفوا بس دقيقة، أنا بدي اتصل بحدا، يعني بدي احكي مع قرايبتي. بقله للدكتور إذا سمح لك بجيب لك التليفون. طيب شكرا كتير إليك. قيس بدي منك تسمعني منيح، أنا مسكت حالي قدام أمك بس عصبني الموضوع. يعني أنت كيف هيك بتكون مستهتر وعديم المسؤولية قدام أخواتك؟ وكمان يعني كيف هيك ما بتخطر على بالك أختك نجلة؟ أنا بعتذر بابا، عن جد تصرفت بدون ما أفكر. أمك ما بدها تخلي باولينا بهذا البيت، وما بقدر إلا لأ، لأنه الحق معها 100%. خلي باولينا تدبر شي مكان. بس يا بابا نحن خلص رح نتجوز. قيس شبك؟ بعمرك ما تفكر انه الزواج لعب اولاد؟ انت لسه ما خدمت عسكرية ولا خلصت دراستك ولا اشتغلت، من وين بدك تعيش؟ وباولينا كمان يعني. بابا اسمعني، في ناس بتجوزوا وهن عم بيدرسوا، ونحن طالما منحب بعض ومتفاهمين ليش لحتى نستنى اكتر؟ بابا انا بدي اتزوج من باولينا. يا ربي هالبنت مأسرة فيه واخدة عقله للولد. انتي عم تتسمعي عليهم؟ هيك عيب؟ مو انتي اللي بتعلميني شو هو العيب. البابا شو قالك؟ بتقلي عيب، هذا اللي كان ناقص. حياتي أنا حكيت مع قيس وقلت له دبر مكان تاني لباولينا، وقال لك رح نتزوج. كنتي عم تتسمعي علينا؟ طبعا عم بتسمع عليكم، شو بدك يعني ضل متكتفة وعم بستنى؟ يا الله شو هالبلوة هي، عم تلعبوا على الأصابع ونحن واقفين عم نتفرج. أنا بعرف شو بدي أعمل عمر، بدي روح قله لقيس إلغي فكرة الزواج كلها من أصله. رفيف وقفي شبكي، اهدي شوي. قيس ما عاد هداك الولد الصغير اللي مقدر نمنعه ونقول له هذا بيصير وهذا ما بيصير، يعني إذا منعتيه يتزوج رح يتعلق فيه أكتر للبنت. لكن شو نعمل، هيك نضل متكتفين وعم نتفرج؟ ما بعرف، بس لازم نلاقي شي حل تاني، لأنه بيحبها ونحن ما قدرنا نحلها معه بالحكي، فلازم نلاقي طريقة تانية. هيك لازم نفكر. ألو؟ سوزان؟ سوزان اللي على التليفون؟ مرحبا نيرمين، أكيد استغربتي تليفوني. ليش بدي كذب؟ بالحقيقة استغربت. كيفك؟ منيحة، أنا منيحة نيرمين، بس أنا حاسة حالي كتير وحيدة. مثل ما بتعرفي نانسي عندها ولد صغير وما عم تقدر تجي تزورني هون، وما عندي حدا تاني. نيرمين معلش تزوريني عن قريب، أنا عندي موضوع كتير مهم بدي أحكي فيه معك وقت تجي لو سمحتي.
سوزان أنا بهالفترة كتير مشغولة وكمان ما عم بقدر أترك حسان. بكفيني إذا إجيتي ولو نص ساعة، بصراحة أنا كتير حابة أشوفك، يعني عملي خاطر للرفقة. طيب بمر عليكي بس ما بقدر طول. نرمين شكراً كتير إليك، شكراً إليك، يسلموا. خير، لوين مفكرة تروحي؟ نرمين، يظهر إنك نسيتي شو صار. سوزان مرة مجنونة، عملت شغلات ما بتتصدق بنوب. لك هي ارتكبت جريمة وفوقها كمان بدك تروحي تزوريها؟ لا يا خانم، أنا ما بسمح لك. شو أعمل حسان؟ هي أصرت علي إجي وقالت ما بقي لي حدا. تتذكر لما كنت بالسجن ما حدا غيرها وقف جنبي؟ يعني نحن اللي أسسنا الشغل، لهيك أنا لازم روح. أنا مديونة لسوزان، شو بدي أعمل؟ يا أمي، نحن شو بيفهمنا بالبورصة وهالشغلات كلها؟ أنت ليش أخذتي كل المصاري اللي طلعوا لك من خالي وحطيتيهم بالبورصة؟ حبيبتي وأنا كمان ما كتير بهتم بالبورصة. هلأ عمك غسام متضايق مادياً، وأمل خبرتني بهالموضوع وطلع مو صعب. مثلاً تفرجي على التلفزيون، لما تلاقي إنه الأسهم ارتفعت معناتها أنت عم تكسبي، وهذا شو يعني؟ بتبيعي الأسهم تبعك. والله إذا عملنا هيك خلال 3 شهور منصير فوق الريح ومنضاعف مصرياتنا. لو كان سهل كل هالقد كانوا كل العالم صاروا أغنياء. طلعي فيني، يظهر عمك غسان إجا، أوعيك تقولي له شي لأنه هو بيتحسس من هالمواضيع وما رح يخلينا نعمل شي. هس لا تحكي شي. طيب. أهلين يا روحي. كيفك ياسمين؟ كيفك ديما؟ أهلين وسهلين عمو غسان، أنا منيحة. شو هي؟ هي لوحة أنا اشتريتها، عجبتها؟ حلوة كتير. أنت عندك نظرة فنية، بتعرف هالشي؟ والله جد؟ ايه والله، مثل ما عم قلك برافو. وأنا هيك من وقت ما شفتها عجبتني. بس بدي قلك شغلة، يلي رسمها ما بيشوف يعني أعمى. هو رجال مريض على حافة الموت، إذا مات هالرسام بتصير قيمة هاي ضعفين، يعني الله لا يقدر. هيك سمعتهم اليوم عم بيقولوا الفن طلع شغلة مربحة. والله عملك؟ ايه الرسام يا حرام أعمى، يعني هاي رح تغلى كتير، وممكن ولادي بالمستقبل يربحوا من وراها بلاوي زرقاء. صحيحة، بس انت كمان بالمقابل لازم تكوني دفعتي حقها مصاري كتير. انا دفعت فيها 1000 فاصلت للرسام. شوف شو جبت لمبادير ليك هونيك، اخدت 2 بـ1000 ومعطل كمان. ايه شو فيها يعني؟ يا الله، قلت بشتري وغسان بيصلحه وبيصير لمبادير جديد. خلص انا بصلحه، وبعدين كل قطعة قديمة مرغوبة اكتر. وين بدنا نعلق اللوحة؟ شو رأيك هون؟ ليش يا حزرك؟ يلي بيفوتوا من الباب بيشوفوها هيك بيلاقوها قدامهم، وكمان مشان نشوف حالنا فيها. بس اوعكم تقولوا انه حقها 1000 ومن بيع الانتيكة كرمال الله. طيب ما بنحكي، خلص ما هيك يا ديما؟ مستحيل نحكي. والله بموتكم انتوا الاثنين. شوفي بدي فوت غسل ايدي. طيب حبيبي. فهمت. ايه الخبر؟ بابا؟ ماما؟ أنا وباولينا حكينا باللي ساوينا، لهيك اجينا نعتذر وبتمنى تسامحونا. ابني انت لازم تفهم علي، نحنا ما بنقدر نسمح لكم تبقوا عنا بالبيت انتوا الاثنين هيك مع بعض، فهمت؟ صح عمو، لهيك قيس حابب يعتذر وكمان بده يقولكم شغلة تانية. بصراحة أنا وباولينا قررنا نسكن ببيت لحالنا. ببيت لحالكم؟ ايه مستحيل، ما بوافق، ما بصير هالحكي، ناقصني أنا. بس نحن بدنا نتزوج بعد فترة، شو المشكلة؟ بدكم تتزوجوا قلت لي، بدكم تتزوجوا. ابني فكرت شلون بدك تدفع أجار البيت والمصاريف والكهرباء؟ إذا منتظر مني أي شيء فلا تحلم أبدا. أصلا أنا وأمك يا دوب عم نطلع مصروفنا وندبر حالنا، أنا ما رح أعطيكم شيء، خلص ما دخلنا. بابا أنا بلاقي شغل ومنعيش. رفيف مشان الله أحكي لك شيء كلمة. أنا برأيي إنه قراركم صح 100%. نعم؟ ايه نعم، الشغلة ما فيها شي منوب، هو شاب طويل عريض، اتطلع صار بيقدر يتحمل مسؤولية وهي مو ناقصها شي، يعني بيقدروا يتحملوا مصاريفهم، خلينا يعيشوا ببيت لحالهم وكلنا منرتاح. شكرا كتير إليك. رفيف انت منيحة. نحنا خلينا نروح على الغرفة، ساعدني لأقوم. يلا تعال. وانتو
عدو تفرجوا على التلفزيون. يلا تعا حبيبي تعا. أنا ما عم بفهم أنت كيف بتأيدي هالفكرة السخيفة تبعهم؟ نحن لازم نفرق بيناتهم صح؟ خلص اهدى شوي، تذكر أول ما قررنا أنا وياك إنه نتزوج. إيه يعني بتذكر إنه يا دوب قدرنا نأمن بيت صغير. صحيح، وكنا عم نشتغل مثل المجانين وما نلحق، وطلعت خلقنا على بعض وكنا نتخانق. مزبوط، وبعدين كان كل همنا بالحياة إنه ما نخلي ظروفنا تفرقنا عن بعض صح؟ صح، وهذا هو المطلوب هلا. فهمت عليكي؟ مشان هذا السبب انت سمحتيلن يطلعوا يعيشوا لحالهم؟ ايه، لانه انا شو عم اقول لحالي، بكره قيس بلاقي شغل ولحاله طبعا ما رح يقدر يستاجر بيت منيح ولا يصرف عليه، وهي باولينا اكيد رح تجن ورح تقرر تترك قيس. مرتي الحلوه طلعت محتاله وذكيه وحربوقه وبتلقطها الطاير، بس انا بحبها لمرتي كثير. بجوز باقرب وقت نخلص من هي اللي اسمها باولينا. رح نخلص يا عمري، رح نخلص. كيفو الببو؟ حبيبي مرحبا، معك روشان تاشلان. في إلنا حساب مشترك أنا وزوجي لؤي تاشلان عندكم بالبنك. إذا بتريد ممكن أعرف حساب الوديعة إمتى بتخلص مدته؟ ما فهمت، المصاري مو محطوطين كوديعة؟ كيف يعني بس بحساب جاري؟ شو عم تقول؟ المصاري تحولت؟ لمين؟ قديه؟ 100,000 ليرة؟ اتحولوا لمين؟ غسان كاليونجو، فهمت، ماشي. شكرا كثير لك، عزبتك، يعطيك العافية. يا الله شو هالقصة؟ معناته الجماعة كثير متضايقين. نرمين، أهلين وسهلين. مرحبا سوزان، شايفتك منيحة. إيه أنا منيحة، صرت أحسن. نرمين نرمين، قديش أنا طلعت مريضة. لما بفكر بيلي عملته بخجل من حالي كتير. يا ريت أقدر رجع الزمن لورا مشان صلح كل شي عملته. ما بتقدري تصلحي سوزان، اللي صار صار. انت بعد هلأ لازم تحاولي انك ما تأذي حالك وما تأذي حدا. اكيد كلامك مزبوط، بعد هلأ انا رح اتغير وصير وحدة تانية ان شاء الله. نرمين بدي منك طلب، بتمنى ما ترفضي لي. انا طلبت منك تجي تزوريني لأنه الدكاترة ما عم يصدقوا أنه خلص طبت، وأنا فكرت لو أنتي تحكي معهم هلأ، يعني لو تقولي لهم أنا طبت وما فيني شي بيطلعوني من المشفى. ها؟ أنا أحكي؟ إيه؟ يعني كنت عم أقول لو أنتي بتقدري تكفليني عندهم تقولي أنه نحن بنشتغل سوا ورح أبقى دائماً قدام عيونك. إذا قلتي هيك شغلات بيطلعوني من هون. نرمين كل اللي حوالي مجانين، طلعي على الحيطان شوفي كيف فاضية. يعني الواحد إذا كان في شوية عقل هون رح يفقده، حتى إذا أنت حطوكي هون أنت كمان ممكن تجني. نرمين لو سمحتي ما إلي غيرك، الله يخليكي حاولي طالعيني من هون. سوزان أنا ما بقدر أعمل شي، لا تتأملي فيني على الفاضي. بعد كل شي عملته معك هيك بتكافيني؟ ما رح تساعديني اطلع من هون؟ انا اصلا اجيت لعندك كرمال اللي بيناتنا سوزان. اذا الدكاترة قالوا طبتي وما فيكي شي وقتها بتقدري تطلعي، انا ما بقدر اتحمل هيك مسؤولية. يا عيب الشوم عليكي. وانتي الف سلامة عليكي سوزان. انتي ما طلعتي رفيقة حقيقية، بعد اليوم رح أعتبرك عدوتي.
أهلين روشان، مبين كنتي بالسوبر ماركت. ايه رحت اشتريت اغراض كتير وجبت شغلات زيادة عن حاجتي وما رح اقدر احطهم بالبيت، قلت احسن ما ينتزعوا بجيب لك ياهن تحطيهن عندك. تفضلي. هاي يسلموا ايديكي، بس المعلبات ما بيصير لهم شيء اذا ضلوا، والمعكرونة والرز نفس الشيء. يسلموا. صح ان ما بينتزعوا، بس الخزن بمطبخي مليان وما بقى في عندي محل، انت تبخيهن وكل يوم صحتين. كلك ذوق، الله يرزقك ويعطيك. تسلمي ياسمين. انا رح اخذهم بس رح اعتبرهم هديه. ماشي ماشي. تفضلي. ليش واقفه على الباب؟ بدي اورجيكي شيء رح يعجبك. لا 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 تشلحي كندرتك، عيب احكي بس بيتي بضل نظيف، اللفايه بتجي لعندي يوم ايه ويوم لا. تفضلي شوفي. شو رايك هاي اشتريتها انا وغسان؟ حلوة كتير الرسمة. هاي مو رسمة، هاي لوحة فنية. تعرفي جلال شاطر كتير بالرسم، ونحنا جبنا له ياها مشان يستلهم منه وينمي موهبته. عجبتك مو؟ ما بفهم فيها. لو تعرفي قديش الرسام مهم، لأنه هو وعم يرسمها لهاللوحة يا حوينته فجأة بطل يشوف، وبعد كم يوم رح يموت، لهيك سعرها غالي كتير. غالي كتير؟ لا تبحل عيونك هيك، أنا ما بزعل على المصاري اللي بتروح على الفن أبداً، بحكي لك لأنك مو غريبة. نحن رحنا على المزاد. يي هالمزاد مكان كتير حلو، في تحف وصمديات، احترت وصرت أقول اشتري ولا لا، بالأخير اشتريتها. جبتها وعلقتها بالبيت. بس جابت قيمته للبيت ما؟ عيب الواحد يسأل. بس أنتو قديش دفعتوا بهي اللوحة؟ دفعت 40، مو كتير. 40 بس. 1000؟ ايه 1000. قلت لك ما بزعل على المصاري اللي بتندفع على الفن، لانه الفن هو غذاء الروح، وبعدين هذا بيتورث، رح يبقى لاولادنا من بعدنا وحتى لاحفادنا. ايه انت روحي جيبي لبناتك كمان، لانه انتم ما عندكم لوحات. ما شفت عندك لوحات، يعني شفت هيك كم صوره مطبوعه معلقتيهم على الحيط. جيبي لك كم لوحه لبناتك بتتفجر مواهبهم. لا ما بدي بلاها هالشغله. ياسمين يسلموا، بس عيب الواحد يحكي. برأيك هلأ وقت تشتروا لوحة غالية مو حرام تروحوا المصاري على هيك شي؟ ليش؟ شو قصدك؟ هو أنا شفت أمل من شوي قالت لي إنه إجا محامي حجز على سيارة غسان. لا يا روحي، أيام الفقر راحت، لأنه غسان اشتغل وطلع مصاري، ونحن هلأ مو ناقصنا شي. ما شاء الله. شكراً لألك ياسمين؟ انت بتعرفي انه غسان تدين من لؤي 100,000 ليرة؟ شو عم تقولي انت؟ ايه عملي حالك مو عرفانة بالقصة. والله ما عرفت انه تدين منه. ايه وفوق هذا رحت اشتريتوا هاللوحة بالمصاري اللي اخدتوها من لؤي، مو عيب عليكن؟ بصراحة نحن ما اشتريناها بهالمبلغ، بأقل من هيك بكتير، يعني رح تنصدمي. اسمعي، نحن دفعنا حق اللوحة 1,000 ليرة وبس. شفت عن بياع الانتيكا وعجبتني كتير، وجبت معها لمبادير كتير حلو مشان طاولة يعني، واليوم لما جبتي لي الغراض أنا ما هان علي بصراحة، وما بدي حسسك بفقر، قلت خليني أتصرف بشوفة حالي يعني. يا حبيبتي انتي، يا الله حرام عليك يا غسان، أنا ورثت كومة مصاري من المرحوم منار، وهو عم بيروح لعند الغربة بيتدين منهم. لا تزعلي مني، بس أنا معصبة وما بعرف شو عم بحكي، بالنهاية أنا بكون مرته، مين له أي لحتى يتدين منه؟ قال شو كرامته بتنجرح، كتير عصبني. أنا بدي أحكي معه وعاتبه هلأ، وبدي أتخانق معه ويعلى صوتي، لهيك روحي إذا بدي. وقفي وقفي، لا تحكي، رح نضل أنا وياكي ساكتين وخلينا نورجيهم شو معناته يعملوا شغلة من ورانا. شو بدنا نساوي؟ رح قلك شو، أنت مع غسان وأنا مع لؤي، خلينا نسألهم ونسحب الكلام منهم، وخلينا نكشف ليش هن مدبرين هالشغلة بالسر بيناتهم، وبعدين منقرر شو بدنا نعمل. والله جبتيها. دقي من ورجيون. الحمد لله صرنا عائلة وحدة. لو بهجت شافنا الله أعلم شو كان قال. شو بده يقول؟ كان بيطلع فيني وبيقول لك عارفين على هالرجال. وائل؟ هلأ قلي، أنت بنفس الوقت درست واشتغلت وفوق قدرت بالك على أمك المريضة، ما؟ بس أنا ما كنت عم بعمل غير واجبي. لا تتواضع وحكي لنا الحقيقة، لأنه في كتير ناس بيتركوا ستهم أو أمهم وبيهتموا بحياتهم الخاصة،
كرام، أنت بتعرف أنه أخوك كان يشتغل بعمل تطوعي بدار رعاية أطفال الأيتام؟ وأنا كمان اشتغلت لما كنت بالثانوي مع خالي منصور، ما بتتذكري؟ معقول ما أتذكر هيك قصة؟ وقتها أنت بقيت أسبوع كامل هربان من البيت عم تتحجج بالشغل، هاد مو نفس الشي كرام. صحيح أمي كانت عايشة بهديك الفترة، بس حبيت أشتغل مع الأولاد الأيتام مشان أقدم لهم شي. أنا كمان كان بدي كرم يكون إنسان بيحب الخير ويساعد كل حدا محتاج، هيك بدي. بس ما صار اللي بدك يا أمي، بالعكس هو خيب أملك كتير، مو هيك؟ يا ربي. البابا كيف كانت شخصيته؟ يعني كيف كان يقضي أوقاته؟ حابب كتير أعرف شو كان يعمل. بهجت كان يحب كتير يحل كلمات متقاطعة، وكان يتابع المجلات الطبية. كان المرحوم ينبسط لما يسمع موسيقى. عن جد عم تحكي؟ وأنا كمان بحب الموسيقى وبعرف أعزف على الجيتار. عن جد ابني؟ إيه؟ دقيقة دقيقة. هاد لأبوك. حلو كتير هالجيتار. ماما أنا شبعت. صحتين، غسل إيديك على السريع. أنا كمان شبعت، يسلموا إيديكي. لا تشيلي شي، خليهم أنا بشيلهم، روحي أنتي. حاضر. ياسمين كتير طالع طيب الأكل معك. عم تمزح؟ الحمد لله هالمرة عرفت أطبخ. حبيبي في أخبار من الورشة؟ لأنك قلت لي كانوا بدهم يعطوك دفعة مصاري. شوفي، طلبوا مني انتظر لآخر الأسبوع، بدنا نستنى مجبوري. بس أنت قلت لي إنك دفعت قسم من ديونك. يعني دبرت دفعة. من وين دبرتهم؟ دينت من حدا يعني؟ لا لا، رح أساعدك فيه. لا لا تساعدني، روح لهونيك أنت وأنا بشيلهم يا روحي، أصلا بدي حط الشاي. يلا. حياتي ميم دكتور. مصرياتنا يلي حاطينهم بالبنك ايمتى بتنتهي مدة ايداعهم؟ ما بعرف. كيف يعني ما بتعرف؟ المدة 3 شهور ولا 6 شهور، ما عندك فكرة؟ يمكن 6 شهور. طيب اذا نحن سحبنا هالمصاري قبل هاي المدة بتروح علينا فوائد الايداع؟ ما بعرف، يعني ما ناقشتهم بهالموضوع لسه. عم قول إذا ما رح يروح علينا مصاري كتير خلينا نسحبه ونشتري الشاليه اللي قلت لك عنه، بتتذكر؟ يا الله يا روشان، شو بكي علقتي على الشاليه؟ طمني، بالأيام بنشتري واحد. أنت ليش بتحبي تشوفيني معصب وطالع خلقي؟ أنا فايت أعمل دوش. شو صار معك ياسمين؟ صار لي ساعة عم حاول اسحب الكلام منه لغسان، بس ما عم يحكي بنوم، ما جاب لي سيرة انه اخذ مصاري من لؤي. ولؤي ما حكى شي، حاولت اعرف منه بس ما حكى. والله كيف بيقدروا يخبوا ما بعرف. انا انقهرت لانه خبى علي، بالاخير انا اقرب الناس لإله، انا ام ابنه ومرته، يعني مرته مستقبلا. ما بيقول لي عن الموضوع وبيروح لعند الغريبة بيتدين منه؟ ما تزعلي مني مشان الله، بس مو عيب علي يعمل هيك شي ويعتبرني غريبة، الله وكيلك رح طق من تصرفاته. هلا خطر على بالي موضوع. شو عم يخطر لك؟ أنا وياك لازم نواجههم بكذبهم، لازم نعمل شي شغلة خليهم يعترفوا بالآخير ويحكوا لنا كل شي بدون ما نحن نسأل. كيف بده يزبط الموضوع؟ ياسمين تعالي بلش مسلسلك. تعي يلا جاية يا روحي. روشان، غسان عم يناديلي، أنا وقت بلاقي حل بتصل فيكي. ماشي؟ طيب حبيبتي، باي باي. يا الله دخيلك يا الله. روعة. صار لي زمان ما عزفت لهيك نشزت. اي لا تخاف، انتبهنا على هذا الشيء. توترت كتير والله، تخيلوا عم اعزف على الجيتار يلي ابي عزف عليه قبل، حاسس حالي عم ارجف. سنين صار له محطوط فوق الخزانة ما حدا دقره، صار لك خده. بالله عن جد شكرا كتير إليك.
مشان وقت تعزف عليه تتذكر أبوك. ولك أنت كيف بتعطي الجيتار تبع أبي بدون ما تسأليني؟ بركي أنا بدي الجيتار يضل لي. صار لك كم سنة ما مسكته بإيدك للجيتار؟ ما مسكته بس بدي إياه، مفهوم؟ أنت ما بتعرف تعزف على الجيتار. أنت ما بتعرفي بالقصة، أنا أخذت كم درس عزف جيتار عند رفقاتي. معقول؟ إذا هيك خود سمعنا. لحظة، دقيقة. اتركه كرم، كرمال الله مبين انك ما بتعرف تعزف. اعطيه لوائل. يلا ما رح اعطيه. نيرمين، طالما كرم بده يخلي معه الجيتار ومو حابب يعطيه لحدا، خلص اتركيه على راحته. حسان لسه ما فهمت القصه. كرم ما همه الجيتار، هو عم يتمايع. امي عم تعطي اغراض ابي لواحد غريب ما بنعرفه، وانا اذا اعترضت بكون عم اتمايع. معقول؟ احكي مثل الخلق لشوف. وائل مانو غريب، هو من العيله، هذا أخوك كمان. تمام، إذا نحن أخوات رح نتقاسمه. كرم لك شو عم تعمل يا مجنون أنت؟ شو؟ أنا بعتذر منكم يا جماعة، بترجاكم لا تأخذوني لأني سببت مشكلة هلأ. أستغفر الله، أي إزعاج أنت اللي لا تأخذنا. أنت ضليت ساكت ومحترم حالك كل الوقت مع أنه كرم ضايقك. عن جد شكرا لتفهمك. بكرة الصبح ناطرينك تيجي تفطر معنا، إيه؟ مبروك عليك يا ست نيرمين، وأخيرا لقيتي ولد مثل ما بتحلمي فيه كل عمرك. بس تذكري هذا مانو ابنك الحقيقي، أنا ابنك الحقيقي، فهميها منيح وضلي متذكرة. مو طالع بإيدي شي. كأنه قيس وباولينا طالعين بكير. رح يدوروا على بيت، بس يشوفوا الأسعار رح يرجعوا مصدومين، ووقتها أكيد رح يغيروا رأيهم. هلأ بس يجوا منشوف. ليكن إجوا. تعال. شو صار معكن؟ أكيد عرفتوا أسعار البيوت وتفاجأتوا فيها، ما هيك؟ والله ما صار هيك شي، نحن وراجعين بطريقنا شفنا خالته أمل وهي وعدتنا تسألنا على بيت، وقالت إنه هي رح تدورلنا على بيت أجاره معقول. أمل؟ إيه؟ خالته أمل كتير ظريفة. بالحقيقة أنت وأمل كتير ظراف. ما فهمت عليكي. أنا رايح على شغلي، تأخرت. وأنا عندي شغلة، أنتوا قعدوا وأنا رايحة، ما بطول. تعال. أمل؟ خير إن شاء الله. شو جاية لعندي تعطيني كرت عرس ابنك؟ كنت استني لبعد ما يجيبوا ولد. عم تحضروا للعرس والحفلات وأنا جارتك آخر من يعلم. أمل، لا في عرس ولا حفل منوب، لا تطالعي لي خلاقي. ليش عم تدوري على بيت لقيس؟ يا الله، أنت الظاهر نسيتي شغلتي. شغلتي الأساسية هو أني دور عبيوت. أنا بشتغل بالعقارات. بعرف أنك بتشتغلي بالعقارات، بس اسأليني قبل ما تبلشي تدوري على بيت. أنا ما بدي إياك تلاقي له بيت، حتى لو كان سعره مناسب وموقعه منيح وما في منه، لا تجيبي له هيك سيرة أبدا. وليش بقى؟ عم تعملي مثل باقي النسوان يا رفيف؟ يعني الحماية الحشورة، تتدخل بكل شيء وبتفوت بين ابنها وكنتها وبتمنعهم يساووا أي شيء مثل ما بدهم، وبتضل تنحر براس ابنها وكنتها هيك حتى يطقوا منها. هالبنت ما رح تصير كنتي، فهميها بقى. طيب مثل ما بدك، روحي دوري لاقي له بيت وخليهم يعدوا فيه كمان، بس من تاني شهر ما رح يدفعوا اجرة البيت، لأنه ابني قيس ما معه منوب، والبنت ما بعرف وضعها، بكره بتشوفي هن ما بيدفعوا الأجار، وبيبلش صاحب البيت يتصل فيكي ويقول لك أنت جبتي لي مستأجر ما بيدفع لي الأجرة، وبدك تتبهدلي، وبعدين بتجي لعندي وبتفكري إنه رح أعطيكي مصاري، وأنا طبعاً ما رح أعطيكي لأنه ما معي، ورح تتبهدلي، روحي لاقي لهم بيت. يا ربي دخيلك،
طيب إذا ما بدهم يعطوني مصاري لكان ليش عم يدوروا على بيت؟ هدول جدبان شي؟ مدام ما معهم خليهم يدبروا حالهم لحالهم، أنا شو دخلني؟ مو فاتحة جمعية خيرية. بتعرفي لو أنا محلك بتصل بقيس وبقول له إنه ما عم لاقي بيوت مثل ما بدكم إجارتها رخيصة، وشوفوا غيري يساعدكم وهيك بتخلصي. والله ما بيصير هيك يا رفيف. لكن شو رح تعملي؟ مثل ما بدك اعملي، والله ما رح تخلصي منهم. هلكي حالك ودوري لهم بالحارة على بيت، تصطفلي، أنت حرة. بدهم يخلوني لف ودور على بيت ويسكنوا هنن وبعدين ما يدفعوا مصاري. ما حذروا. أما للعقارات ما بتدخل بهيك شغلات، مو لإلي هي الشغلة. برافو. ديما تعي بنتي، تعي ماما، تعي لهون، طلعي فيني، خليكي مشغله التلفزيون على هاي المحطه وما تشيلي عيونك عنا ماشي. انتبهي طالع على البورصه، لما تشوفي انه الاسهم ارتفعت بتتصلي فيني فورا. ايه وانا بقول لك بيعي او لا تبيعي، ماشي روحي. ماما انا بدي بلش اشتغل بمشروع التخرج. يا عيوني كمان هذا مشروع مستقبلنا، رح احط لك الجهاز هون لا تنسي. انتي فهمتي علي مو؟ عيونك ما بتشيلي عن التلفزيون. يلا انا رايحه ما بطول. انتي لوين رايحه؟ حبيبتي انا رايحه على الورشه تبع عمك غسان، بدي اخذ مصاري. طيب ليش انتي رايحه لعنده؟ لانه عمك غسان اشتغل واشتغل بالورشه وصاحب الورشه مطنشه وما عم يعطيه مصاري. عمك غسان بيحكي بلطف ورواء، انا شخصيتي قويه ورايحه طالب بحقه لغسان، فهمتي؟ ماما اذا بدك رايي لا تروحي ابدا، عمو غسان بيحلها لحاله بلا ما ينحرج ويعصب منك. يا روحي عمك غسان راح وطلب من عمك لؤي دينه ومصاري وما خبرني، اصلا انا يلي معصبه منه. انت عيونك ما بتشيلين عن التلفزيون، ماشي بنتي؟ ماشي ماشي. خلي عيونك وقدنيكي هون واوعك تطفي التلفزيون. يلا روحي قعدي هونيك، قعدي ولا تغيري القناه، ماشي؟ ماشي ماشي ولا يهمك. يا الله بابا كان يلعب كرة قدم معقول؟ ايه لما كان بالثانوي كان هو كابتن الفريق، وبعد ما خلص دراسة لعب فترة مع فريق الجامعة. طيب كيف كانت شخصيته؟ أنا كتير حابب أعرف عنه. بهجت، ذكي، بيحب المزح، وكان مزوي وجنتلمان فوق ما تتخيل. كملي، ليش وقفتي؟ والله غريب، ما كان بيخطر على بالي احكي عنه بهيك طريقة، خصوصي بعد ما تزوجنا أنا وحسن. ما كان مناسب إلي جيب سيرته، ما كنت بعرف إنه رح يجي يوم واشتقله كتير. كل شي بدك تحكيه عن أبي رح أسمعه ورح أكون مبسوط كتير. وشك بيشبه وشه كتير، جذاب. شو عاملين بالبيت؟ مفكرين البيت إلكن ومغيرين محلات الأغراض؟ حاطين شموع كمان؟ هاد مطعم ولا بيت؟ مرحبا، أنا رتبت لك البيت. إيه شفت كيف رتبتي البيت؟ غيرتي محل الأغراض وما في شي بمحله. بس هيك صار أحلى بكتير. باولينا، أنا هون اللي بقرر كيف بيتي بيكون حلو، وأنا كمان بعرف كيف رتبه. شو عم تعملي عندك؟ عملت لكم شوربة الفطر، هاي الشوربة كتير مشهورة عنا. طلعتي بتعرفي تشتغلي بالبيت وتطبخي. ما توقعت تكوني ست بيت، والله فاجأتيني بحالك. بحب شغل البيت والطبخ، وبحب الورد والشموع. باولينا، اتصلوا من المكتب العقاري لقولنا بيت مناسب، خلينا نروح نشوفه. يلا يلا أنا جاية معك، أصلاً الشوربة خلصت. جاية حبيبي. يلا بسرعة. باي. شو هالشوربة الطيبة؟ خير عمو حسان، شو الموضوع اللي بدك تحكي معي فيه؟ بصراحة أنا بدي أحكي معك شوي بخصوص أخوك وائل. عمي أنا ماني حابب أحكي بخصوص هذا الوسخ اللي اسمه وائل، ما شفته كيف كان عم يستفزني قدام أمي؟ ما عم صدق اللي صار هداك اليوم. عمي عمو حسان شوف، وائل أخي الكبير
ولازم حبه واحترمه كمان، بس هالشب في شي غريب وانا بصراحة ما عم اقدر ارتاح له. انا فهمان منيح شو عم تحس يا كرم. عن جد عمو حسان؟ طبعا يا ابني فهمان عليك. انا شايف انه وائل عم يحاول يفرض حاله على امك، وانا صرت عصب كتير من هذا الموضوع. شفته كيف عم يتقرب منها، شو غايته من هالشي ما عم بعرف، بس ماني مرتاح لإله. معك حق، أكيد في عنده شي ومخبيه. بالحياة كلنا عنا غايات بدنا نحققها، خلي هالشي ببالك.